أهلا بكم في قناتي. يسعدني أن أحدث معكم اليوم عن شال مثلث مصنوع من الكروشية. كروشية شال مثلث نسائي بغرزة مدهشة. مميز جدا خطوة بخطوة. لإنشاء الشال. المواد المطلوبة. خيوط كروشيه من السمك واللون الذي تفضلينه. إبرة كروشيه مناسبة لسمك الخيوط. مقص. الخطوات قم بربط عقدة في طرف الخيط واترك قطعة صغيرة تبرز من العقدة لتكون الشريط المعلق. قم بعمل سلسلة من النقاط السلسلة ، السلسلة ، بطول الشال المطلوب. يمكنك تعديل طول السلسلة حسب الحجم الذي ترغبين فيه للشال. قم بعمل غرزة ثابتة ، سنجل كروشيها ، في السلسلة الثانية من الإبرة. ثم قم بعمل غرزة ثابتة في كل نقطة سلسلة حتى نهاية السلسلة. بعد الانتهاء من الصف الأول، قم بعمل غرزة سلسلة واحدة للتنقل إلى الصف الثاني. في الصف الثاني، قم بعمل غرزة ثابتة في الغرزة الأولى من الصف الأول، ثم قم بعمل غرزة ثابتة في كل غرزة من الصف السابق حتى نهاية الصف الثاني. كرر الخطوة خمسة لإنشاء الصفوف التالية حتى تحصل على الشكل المثلثي المطلوب. يجب أن تزداد عدد الغرز في كل صف بمقدار واحد. عندما تصل إلى الصف الأخير، قم بعمل غرزة سلسلة واحدة، ثم اقطع الخيط ومرره خلال الغرزة الأخيرة وشده بإحكام. قم بتثبيت الخيوط المتبقية بواسطة المقص. هذه هي طريقة بسيطة لصنع شال مثلث بغرزة مدهشة. يمكنك تغيير نوع الغرزة أو استخدام ألوان مختلفة لإضافة لمسة شخصية إلى الشال. أتمنى لك التمتع بعملية الكروشيه والحصول على شال رائع. يمكنك اختيار أي نوع من الخيوط المناسبة لمشروعك. يتوفر العديد من أنواع الخيوط المختلفة بألوان وسمكات مختلفة. يمكنك اختيار خيوط ذات ملمس ناعم ولون جميل للحصول على نتيجة جذابة. إذا كنت ترغب في زيادة التعقيد والجمال في الشال، يمكنك استخدام أنماط وغرز مختلفة. بعض الأمثلة على الغرز الشائعة لصنع شال مثلث هي غرزة المرونة، التريب الكروشيه، غرزة العنكبوت، سيدر ستيتش، وغرزة الشبكات، ميشي ستيتش. يمكنك البحث عن هذه الغرز وممارستها لاضافه لمسه فنيه الى الشال يمكنك ايضا تزيين الشال باضافه زخارف اضافيه مثل الزهور او القوس او الهوكا يمكنك صنع هذه الزخارف بواسطه غرز اضافيه وتركها معلقه في الحواف او في الزوايا اذا كنت ترغب في تعديل حجم الشال فيمكنك زياده او تقليل عدد الصفوف او طول السلسله الاوليه تذكر أن تراعي التوازن والتناسق بحيث يكون الشال مثلث الشكل. لإفاء لمسة شخصية على الشال، يمكنك تغيير الألوان وتنسيقها بطريقة مبدعة. يمكنك استخدام ألوان متدرجة أو تباين قوي للحصول على تأثيرات مختلفة. للحصول على مساحة عمل مريحة، يمكنك استخدام خيوط كروشيه طويلة بحيث يمكنك تحريكها بسهولة والتحكم في الشال بشكل مريح. يمكنك استكشاف العديد من الأفكار والتقنيات المختلفة لصنع شار مثلث بغرزة مدهشة. الأهم هو الاستمتاع بعملية الكروشيه والتعبير عن إبداعك من خلال الشال النهائي. حظًا موفقًا في مشروعك. يمكنك اختيار أي نوع من الخيوط المناسبة لمشروعك. يتوفر العديد من أنواع الخيوط المختلفة بألوان وسمكات مختلفة. يمكنك اختيار خيوط ذات ملمس ناعم ولون جميل للحصول على نتيجة جذابة. إذا كنت ترغب في زيادة التعقيد والجمال في الشال، يمكنك استخدام أنماط وغرز مختلفة. بعض الأمثلة على الغرز الشائعة لصنع شال مثلث هي غرزة المرونة، التريب الكروشيه، غرزة العنكبوت، سيدر ستيتش، وغرزة الشبكات، ميشي ستيتش. يمكنك البحث عن هذه الغرز وممارستها لاضافه لمسه فنيه الى الشال يمكنك ايضا تزيين الشال باضافه زخارف اضافيه مثل الزهور او القوس او الهوكا يمكنك صنع هذه الزخارف بواسطه غرز اضافيه وتركها معلقه في الحواف او في الزوايا اذا كنت ترغب في تعديل حجم الشال فيمكنك زياده او تقليل عدد الصفوف او طول السلسله الاوليه تذكر أن تراعي التوازن والتناسق بحيث يكون الشال مثلثي الشكل. لإفاء لمسة شخصية على الشال، يمكنك تغيير الألوان وتنسيقها بطريقة مبدعة. يمكنك استخدام ألوان متدرجة أو تباين قوي للحصول على تأثيرات مختلفة. للحصول على مساحة عمل مريحة، يمكنك استخدام خيوط كروشيه طويلة بحيث يمكنك تحريكها بسهولة والتحكم في الشال بشكل مريح. يمكنك استكشاف العديد من الأفكار والتقنيات المختلفة لصنع شال مثلث بغرزة مدهشة. الأهم هو الاستمتاع بعملية الكروشيه والتعبير عن إبداعك من خلال الشال النهائي. حظًا موفقًا في مشروعك. لا تنس أن تستمتع بعملية صنع الشال وأن تعبر عن إبداعك الفني الخاص. استمتع بالكروشيه واستكشف التقنيات والمواد المختلفة لإنشاء شال مثلث فريد وجميل حظا سعيدا في مشروعك اتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم ورضاكم